دينا اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من بلاد طيبه. يمكن الواحد شويه بقى عنده، مش عايزه اقول عدم ثقه في المنظمات العالميه الكبرى، لانه للاسف الشديد احنا بيتم اطلاق وعود. يمكن بقى لنا فتره، انا فاكره اول ما ابتدينا المشكله دي في شهر 4 هيبقى موجود الفاكسين والعلاج والكلام ده اللي بيقوله رؤساء دول عظمى يعني على مستوى العالم، اخطاب في العالم، لكن فضلنا كل شويه. يمكن انا كنت بتكلم حتى شهر 8 كنت بقول ان شاء الله في اخر 9 هيبقى فيه فاكسين، ما حصلش. وبعدين في وعود انه يبقى اخر 10، وبعدين ابتدينا نقول بقى ان ايه، رغم ان انا يمكن حتى نفسي قلت انه في ستة فاكسين داخلين المرحله الثالثه من الكشف عليهم بحيث يتعمل لهم الاختبارات السريريه بحيث يطلق خلاص واحد او اثنين على الاقل من العلاجات دي او التطعيمات دي للعالم كله، نبتدي بقى نتعامل حياه عاديه. لكن الله اعلم، هل الموضوع حرب بيولوجيه؟ هل الموضوع حرب فيروسات؟ هل الموضوع سياسه؟ هل الموضوع هتبقى نوع من الحروب الاقتصاديه الجديده؟ احنا مش عارفين، لكن كل اللي نعرفه انه تم وعودنا بامور كثيره جدا من ضمنها حكايه الفاكسين دي، ولغايه دلوقتي ما حصلش حاجه. عشان كده لما بنتكلم خلاص ان احنا هنبتدي نتحرك على هذا الاساس، ان لازم زي ما قلنا اداره الازمات اللي بتشتغل بقى لها فتره في كل قطاع على حده هتبتدي تشتغل يمكن بشكل مختلف، لان احنا يمكن الفتره اللي فاتت قلنا على السياحه الداخليه انها نوعا ما كانت بتشتغل كويس بعد ما تم الفتح. احنا كنا يمكن عاملين اغلاق جزئي، لكن لما ابتدى الفتح شفنا في الاجازات ان السياحه الداخليه ماشيه بشكل مش بطال، الاوتيلات شغاله، الاماكن شرم الشيخ والغردقه وغيره ابتدت الدنيا تنتعش فيها. ادينا بنتكلم على الاقصر واسوان، خلاص الدنيا راجعه فيها تاني، ابتدينا نشوف طيران يمكن بنسب بسيطه، لكن طبعا حاجه يمكن مش هترجعنا. يعني لو قلنا مثلا حتى 2014 و2015 ما اعتقدش ان الارقام كانت طبعا بالمنظر ده، لكن هنتعامل وهنبتدي نشوف ازاي ممكن ننشط سياحه تاني، ازاي ممكن نرجعها تاني الفتره القادمه، او على الاقل هنتعامل في ظل بقى الظروف اللي موجوده دلوقتي وعلى قد الامكانيات الموجوده النهارده. هنتكلم على سينا وتحديدا سانت كاترين، المنطقه دي يمكن الرئيس ادى فيها قرارات انه لازم يتعمل فيها مشروع قومي محترم جدا، هنتكلم النهارده على تفاصيله. انتوا عارفين المكان ده مش بس سانت كاترين، يعني جنوب سيناء وسيناء بشكل عام فيها اماكن رائعه، مش بس على مستوى بقى الشواطئ واماكن انت بتروحها استشفاء وغيره، احنا بنتكلم كمان على اماكن دينيه او سياحه دينيه، اللي هي الناس مرتبطه بهذا المكان، وعلى ما اعتقد ما فيش دين من الاديان الثلاثه الا ومتعلق بهذا المكان، لانه تجلى وجه الله سبحانه وتعالى على هذه المنطقه وفيها كمان اسرار كتير جدا دينيه. النهارده هنتكلم عن المنطقه دي بالتفصيل، ومعانا بقى اهل العلم والخبره، معانا الاستاذ هاني بيتر مستشار سياحي وعضو غرفه شركات سياحه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. بتنورنا دايما، وهنستاذنك احنا معانا فاصل اللي علاقه باخبار السياحه في اخر الاسبوع ده او في الاسبوع ده، هنشوفهم مع بعض. ولو تحب تعال ان شاء الله، احنا بنحاول ان احنا دايما نجيب الايجابي، فنشوف مع بعض لو تحب تعلق على اي خبر. اتفضل. البداية دائما مع مجموعة من الأخبار السياحية نلتقي بها ونشاهدها الآن.
انتهت أخبارنا مشاهدينا، ونعود مرة أخرى إلى استوديو بلاد طيبة. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، منورنا في الاستوديو الأستاذ هاني بيتر، مستشار سياحي وعضو غرفة شركات سياحة. يا أهلا بيك مرة تانية. في خبر لفت نظرك فعايزين نعلق عليه. انا عايز اضيف بس اقول انه كمان تم التعاقد مع شركه فرنسيه، كل سبت من كل اسبوع هيبقى في طياره بتنزل مرسى علم او الغردقه، ده يعني في بشاير من فرنسا. كويس قوي. ففي بشاير وفي مجهود يحمد يعني بادئين. كويس قوي. طيب لما نعدي، يعني انا دايما بحب اسال السؤال ده، لانه احنا الفتره اللي فاتت دي كانت فتره صعبه جدا على العالم كله، زي ما احنا عارفين قطاع السياحه في العالم كله اكتر قطاعات تضررت طبعا، لانه زي ما احنا بنتكلم ان هو اكتر قطاع حساس وبيتاثر باي حاجه، حتى لو خبر شائعه تبص تلاقي ممكن الدنيا تقف. فلما الواحد بيبص بقى على الفتره اللي فاتت دي، علشان من خلال الفتره اللي فاتت دي هنحلل احنا هنتصرف ازاي في الفتره الجايه، وخاصه المشكله ما انتهتش. بص انا عندي تحدي النهارده يبقى الكلام ايجابي، لكن طيب. مش هنحاول هنقول الواقع، لكن خلينا نزفه بشكل ايجابي تمام ونوجهه بطريقه صحيحه. خلينا اقول شويه حاجات ايجابيه في الاول، وبس مش الطياره الفرنسيه، لكن امبارح كان في صرح قوي جدا وليه دلالات. الاكتشاف كان الدكتور خالد عراني اعلن امس عن اكتشاف ثلاث ابار باعماق مختلفه تحتوي على 59 تابوت ملونين، وده بيرجع زمانهم ل 2500 سنه. وكان تابوت منطقه سقاره ولا ده غير منطقه سقاره مثلا؟ وكان بحضور ما يقترب ل 60 سفير من دول العالم و200 وسيله اعلاميه محليه وعالميه. وده ان دل يدل على انه في شغل، في استعداد، و اول ما ترجع السياحه احنا بقى عندنا كم من حاجات. هتكلم عن تطوير 13 محميه من اصل 30 محميه في مصر، على راسهم محميه راس محمد، وكان في 30 سفير لدوله بلجيكا، المانيا، فرنسا، السويد، في دول كتير كانت حاضره، وحصل ماراثون لطيف كده، وكل سفير علق على صفحته تعليق طيب. يعني في حركه وفي مجهود وفي ناس شغاله، وده اللي انا عايز اقوله، ان الوقت ده لا يحسب وقت ركود، هو فعلا وقت ركود. بس انا عايز اخاطب من اول الفرد حتى المنشاه والدوله، ده وقت يؤخذ لوقت التطوير استعدادا للقادم. يعني لو انا هبكي على اللبن المسكوب، هي مش مصيبتي، هي مش مشكلتي كدوله، هي مشكله العالم كله. ولو قعدنا نتكلم على التحليلات، هل هو حرب بيولوجيه، هل هي حرب مش هنعرف على الاقل دلوقتي. يعني انا كنت عايزه، مش هيفرق معايا الا هيفرق معايا حاجتين. اول حاجه انه في دول كتيره هتستخدم هذا الامر سياسيا لتعجيز مصر، ونقدر نمشي مش تعجيز مصر، تعجيز بعض الدول الاخرى اللي ممكن تكون منافسه في السياحه مثلا. هتبقى كده دوله عايزه، ومصر انت عارفه ان هي اسد الشرق دايما محطوط الكارت بتاعها موجود بالظبط، هي اللي ساند الشرق الاوسط. لو حصل اي مشكله لمصر انت عارفه دول كتيره هتقع معاها، فهي اللي عليها العين. فالنهارده 14 مليار لما يدخلوا في مصر لمصر في سنه زي 2000 او 13.7 2019، ده رقم. لما النهارده اقعد اضغط كدول واقول اصل الفاكسين ده المعترف بيه دوليا انت ما بتستخدمهوش، فتيجي دوله زي اكس تقول لك انت ما تستخدمش الفاكسين ده، مش هقدر اورد لك السياح بتوع ده، دي حاجات متوقعه تحصل. خلينا نتكلم في الايجابي مش في اللي هيحصل. انا حصل في بعد الثوره بكتير، بعد ما الدنيا استقرت في مصر، لقينا الدول لسه بتتكلم عن عدم الاستقرار. طب هو فين ده؟ الدنيا مستقره جدا، ده السياح داخلين خارجين، وما زال الدول بتتكلم عن عدم الاستقرار لحد قبل الكورونا بشهور. فعايز اقول انه لا، المركب هتسير، واحنا هنشتغل وشغالين صح، واحنا شغالين في اطار التطوير. وعايز اقول الجمله دي تاني، قلتها من شويه، انه من الفرد حتى المؤسسه الدوله، ده البوز اللي لازم ناخده الوقت الجاي. هنطور، هنشتغل، هطور من نفسي، المرشد هيطور من نفسه، مش وقت انك تقعد في البيت. هتقول لي الموضوع هيطور، لا، اشتغل، وهيبقى ليك دور في الجذب والتسويق كمرشد، كسفير لبلدك، المنشأة السياحية،
انا كشركه سياحه هشتغل، انا كهيئه تنشيط سياحه هشتغل. طب ما الدنيا مظلمه، لا ما احنا جبنا اهوت من فرنسا وجبنا من اكس ومن زد ومن واي، في محاولات، في محاولات محترم. ده التحدي اللي انا عايز اخاطب بيه النهارده اي حد محبط في القطاع. وانا عايز اقول لك انا محتك بيهم زمايلي واخواتي واصدقائي في قمه الاحباط، لكن لا ده مش وقت هنحبط فيه ونسكت، ده وقت هنتحدى فيه وهننتج. عايز اتكلم عن جزء بقى من الانتاج والتطوير مدينه سانت كاترين. ولما اجي اقول تطوير، فعلا تطوير سانت كاترين ده صرح وقت. بص حضرتك اول ما هتيجي الدنيا بيقال دايما على السياحه هي اول حاجه بتمشي واخر حاجه بترجع، لكن النهارده وانا بستعد بهذا الاستعداد وعمال اطور في شتى المجالات وبستعد، السائح المتعطش للسفر حتى لو دولته بتقول له ما تسافرش هيقرر وجهه مصر. ليه؟ ده في اثار اكتشفت، ليه؟ ده في محميات بيشاد بها اتطورت، في مدينه كامله زي مدينه سان كاترين. فانا شايف انه التطوير هو سبيلنا في هذا الوقت. طب مشروع التجلي الاعظم فوق ارض السلام دي، او فوق ارض السلام ده مشروع مفروض انه محترم جدا. احنا لما كنت انا ونور بنروح من خلال مصر القريبه ولما بروح نصور كنا زعلانين قوي ان ازاي مكان رائع زي سانت كاترين ما فيهوش كميه اوتيلات كبيره، خمس نجوم واربع نجوم وثلاث نجوم، في مجموعه اوتيلات بس قليله جدا، وفي نفس الوقت بتقدم خدمات على قد ما بتقدر، لكن هناك المكان واعد بشكل كبير جدا. البدو اللي هناك بيعشقوا المكان ولدرجه انه في المان بقى لهم سنين قاعدين، واحد الماني كان بقى له سنين قاعد، وفي اماراتي عمل مشروع ضخم جدا وشغل اهل بدو هناك. فازاي مكان زي ده يعني لم يتم الانتباه ليه على مدار 30 سنه اهو؟ دي من ضمن او من احدى سقطات او سقطاتنا كقطاع سياحه، ما التفتناش لسانت كاترين كما ينبغي. هذه المدينة الروحانية الرهيبة اللي لو حكينا عليها هنقول وهنقول كتير، مش حلقة ولا اتنين ولا تلاتة، لكن خلينا أتكلم عن تطوير مدينة سياحية. أنا هتكلم بشكل علمي وهتكلم بشكل خاص عن مدينة سان كاترين. تطوير مدينة سياحية يعني أنشئ مدينة، يعني فنادق، يعني طرق، يعني شبكة اتصالات، يعني استغلال طاقة. لما أتكلم على استغلال طاقة في سان كاترين، سان كاترين دي غنية بالطاقة، دي يعني نقدر ننتج منها. وانا عارف انه هذا الكلام موثق يعني خلاص علمي. وبعدين لا انا كمان حابب المسؤولين ينتبهوا لمنطقه الطاقه ولا يتجاهلوها في منطقه سان كاترين. الطاقه في سان كاترين ثروه. طيب خلينا نتكلم عن المطار، خلينا نتكلم عن الفنادق، ده قالت به تطوير. لما اجي اتكلم على التطوير اعمدته ايه؟ انشاء مدينه، يبقى بعمل لها مطار. ليه مطار؟ خليني احكي لك حاجه على المطار ده وانا بتكلم بسرعه علشان لا اتكلم براحتك يعني الموضوع. انا هسيبك براحتك خالص ما تفتكرش ان انا هخش في موضوع تاني. سان كاترين في السابق المطار بتاعها ما ينفعش يستقبل غير طياره اسمها الكيو 400 تيربو بروب. الكيو 400 تيربو بروب دي طياره ده مش يعني دي نوع طياره عشان بس ما حدش يفتكر ان احنا بنتكلم على اعلان لا ولا حاجه. لا مطور. كويس. بتكلم عن 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 طياره الفاسيل 50 راكب، وكان في هم كانوا شركتين اللي في مصر، شركه مصر تابعه للدوله، والطيارتين بتوعها كانوا 74 راكب وهم بره مصر حاليا مش شغالين، وشركه ثانيه قطاع خاص تتبع البترول، ويعني هي الوحيده اللي ينفع تنزل. ليه؟ جبال الرامب المعمول للمطار صغير، ما ينفعش اي طياره من الطيارات الكبيره الجيت او تنزل لسبب شورت الرامب. فالنهارده لما اجي اتكلم عن تطوير في مطار على فكره، وده السبب انه منطقه الجبال هناك منطقه جبليه بشكل كبير جدا، صعب جدا او مكلف قوي فكره انك تهد جبال عشان تعمل ممر للطيران طويل. صحيح. هل ده سبب؟ صحيح، لكن هيحصل. ما هو بيحصل دلوقتي، هيتبالغ بقى كبيره هتتصرف يعني مش هنشق جبال، لكن الهيئه الهندسيه بدات تتقدم مشروع على رامب مختلف من اتجاه مختلف هيكون بيأدي الغرض. معنى نتكلم عن مطار دولي في مدينه سانت كاترين، خلينا نقول مثلا حاجه عن سانت كاترين. سانت كاترين هي مساحتها 5336 كيلو متر مربع تقريبا، وسانت كاترين بترتفع فوق سطح على هضبه، ترتفع فوق سطح البحر 1600 متر. وفيها جبل موسى اللي هو بيرتفع قرابه 7137 قدم.
فاحنا بنتكلم عن حاجه يعني لما تسمعيها بتتخيليها كده. فلما عملها مطار دولي انا وصلت السائح مباشره لهذه المدينه طبعاً. فكان لازم انشاء مطار، لان انا لما حد منفذ هام من منافذ المدينه ديت انه بيستقبل طياره واحده بس بشكل معين والطياره دي مش متواجده باستمرار، ده انا حديت من فقلب بيها تطوير مطار كويس. وانا اتكلمت عن المطار وبقول انه المطار دوت ابجد هوس تطوير مدينه سياحيه مفهوم. طيب هنتكلم عن منطقه ثانيه، الفنادق، علشان السيد المشاهد يعرف ايه الفنادق المتواجده في سان كاترين. هم 4 فنادق بدون اسماء بالظبط طبعا، لكن فيهم اهم فندق وتابع للدوله واسمه وادي الراحه وده هيتم تطويره وهو ده اللي عليه سبوت في التطوير. هو طبعا ما ينفعش حتى لو تبع الدوله ما ينفعش يقول اسمه بس اوكي. ده واحد من الاوتيلات اللي موجوده، ده المفروض ان هو هيتطور. هو دوت اللي عليه سبوت. اعتقد هيبقى كل بقى الاوتيلات اللي موجوده، يعني حتى انا لو رجل اعمال هبتدي اطور الاوتيل بتاعي على اساس ينافس بقى. هي دي البوينت. يجب الزام كل المستثمرين اللي عندهم فنادق في سان كاترين بمواكبه التطوير. ليه؟ لانه انا لو هبني، لو انا هطور فندق واحد وانا قلت الاسم لان هو اعلن الاسم، فيعني لو هطور فندق واحد، الفندق دوت فيه كام اوضه؟ 400 الكباسيتي بتاعته قد ايه؟ فرضا هيتطور بكام اوضه؟ يعني يوم ما هخلق فيه غرف 500 المساحات هناك كبيره، هي مساحات كبيره ان ليها طابع وفاليدج او مش ينفع تعلى فوق بس على الاقل على مستوى اصلا ما ينفعش ابني راسي انا، لازم ده الشكل المعماري كويس. اللي احنا ملتزمين بيه في التطوير هناك ان يجب ان يتسم بالمعمار الافقي وليس الراسي مظبوط. فلما اجي اطور، طب انا حددت نفسي يعني انا يوم ما اقول انا جبت سياح بتكلم في 500 اوضه يعني رقم، طب النهارده الرقم ده كويس، طب بكره وبعده، لا انا لازم اعمل عدد من الفنادق تستوعب. طب انا هبني كل دوت؟ لا، بس انا عندي فنادق الزم اصحابها بالتطوير ومواكبه. لازم مش بس يزود، هي الفنادق مش كواليفايد او مش معده لاستقبال الناس هناك، هو فندق واحد بس اللي يعني يكاد ان يكون كويس وبقيه الفنادق مش شغاله كويس. دي منطقه الفنادق، لازم يبقى عندي اتليست على الاقل 6 فنادق. وعايزين نركز على انه العالم كله ابتدى يتجه للاوتيلات الخضراء والبيئه والكلام ده كله، علشان في خطوره هتحصل الفتره الجايه دي، يعني من ضمن الحاجات انه هيبقى في قوانين الزاميه، اللي مش هيلتزم بالقوانين اللي تخص البيئه هيقف عن العمل، واحنا لازم ننتبه لده. فبالتالي لازم اي اوتيل بيتعمل في اي مكان لازم يفكروا فيه ان هو يبقى صديق البيئه، واظن البيئه هناك ثريه جدا ان هم من الخوص ومن النخل ومن الجريد ومن الطوب اللي هناك ده يقدروا صحيح. صحيح. واحنا بنتكلم على البيئه وبنتكلم على الخضره هناك في سان كاترين، خلينا برضو اقول حاجه للساده المشاهدين انه سان كاترين فيها من النباتات اللي تتسم بيها سان كاترين اللي غير موجوده غير سان كاترين. وعشان كده انا ممكن افتح في اثناء التطوير السياحه العلاجيه هناك، لان انا عندي كميه من النباتات اللي بتستخدم في العلاج كتيره، فانا اقدر استثمر البيئه في هذا الامر. فطبعا لازم وانا بطور ملغيش الطابع الخاص بالبيئه هناك، لا اطوره وانميه. كمان من ضمن الحاجات اللي انا عارفاها ان الدوله بتبعت البدو الغاويين فكره العلاج بالاعشاب وكده انهم يدرسوا بره، يعني اعرف كذا حد هناك. واحنا حتى لو نور عملنا معاهم لقاءات بيسفروهم بره ياخدوا شهادات محترمه جدا عشان ما يبقاش بيبقى ماشي كده انه فيها مخاطر برضه. تحديدا انا شايف بشكل شخصي، مش عارف هل الدوله عامله حسابها في ده ولا لا، بس انا شايف بشكل شخصي انه في خط ممكن يتفتح في سانت كاترين للسياحة العلاجية. يعني الموضوع هناك فعلا يستحق الدراسة، ولو اتفتح هيزود عدد الليالي هناك. انا عايز اتكلم بعد شوية في التطوير ازاي استغل بدل ما سانت كاترين بتستغل في ليلة سياحية واحدة، لا هتستغل في اكتر من ليلة سياحية. ازاي؟ هقول بعد شوية. كويس جدا. طيب يعني اتكلمت على المطار وده نقطة على ما اعتقد دي الاساس في التحركات هناك لو احنا عايزين نزود الاعداد، واتكلمت عن الطرق واتكلمت عن الاوتيلات. ندخل بقى في اللي بعده كمان بالنسبه وبتكلم عن نقطه مهمه جدا، ان احنا مش هنتكلم على اتجاه واحد هي مثلا السياحه الدينيه، او هنتكلم على ناس الغاويه تطلع جبال، او هنتكلم على ايا كان ما يخص سانت كاترين، احنا بنتكلم على افرع تانية من ضمنها الاستشفائي او العلاجي. خليني اقول حاجه،
قبل ما اعدي منطقه الطرق، لان دي منطقه مهمه جدا، ويعني المقيمين هناك الرائع شيخ المحافظين اللواء خالد فوده يعني لا يكل ولا يحدأ في اي حاجه ليها علاقه بالتطوير والانجاز الرائع اللي تم في مدينه الطور. وانا شايف ان احنا بنتكلم على الطرق، لازم المدينه دي تربط بريا بعدة طرق مختلفة. تطوير وادي فران، طريق وادي فران، تطوير الطريق اللي بيربط بين الطور وسان كاترين، وتطوير الطريق اللي بيوصل لنويبع ودهب وبالتالي شرم الشيخ. دي منطقة مهمة جدا في التطوير. احنا بنتكلم عن مدينة لازم نوسع لها منافذها البرية علشان تبقى المدينة ليها أكتر من منفذ بلس او زائد الطيران، والمدن اللي جنبها يقدر اي حد بسهولة انه يروح سان كاترين. بالظبط كده. خلينا نتكلم بقى عن البلد دي و امكانياتها. اول حاجه، وارجو ان تكون دي رساله للمسؤولين، وانا بشتغل تطوير ما ينفعش اتجاهل اهل مدينه سان كاترين. لانه في اي بلد تانية لو انا بعمل شرم الشيخ جديده، انا ممكن اجيب خبراء اجانب من بره، ممكن اجيب كوادر فنيه تدير لي هذه المدينه، بس سان كاترين ليها طبع مختلف. مش هينفع يديرها غير اهلها. ليه؟ لان اهلها واخدين سماتها، فكاني بجيب لك راحة النوبة، فبجيب لك الطابع النوبي باهله يسرفزوا عليكي. واخشى ما اخشى ان وانا بتحرك بالتطوير كوبي بيست من يعني اقرر من نماذج مدن سياحيه اتعملت، فأدوس بقى على الهويه بتاعت سانت كاترين، ومش هينجح لانه الاهالي هناك مش هتنجح. طب انت ليه دماغك رايح للسكه دي؟ هل فعلا بيتكلموا على كده انه في خطه معينه محطوطه بعيده شويه عن البراندنج؟ انا كانوا بيكلموني النهارده الظهريه مشايخ الجباليه والافاضل اللي هناك، قالوا لي احنا متخوفين انه يجار على حقنا او نستبعد او من سنه. بما انك بتتكلم على خالد فوده، يعني سياده اللواء خالد فوده، وبتتكلموا على ان هو شيخ المحافظين، هو يعني على ما اعتقد حاطط في اعتباراته الاولى نمره واحد البدو. وانا شفت البدو هناك بدون مبالغات بيحبوه فعلا جدا. يعني حتى لما بنشيل الكاميرا ونشيل المايك، يعني بصوا بيتكلموا عنه ازاي. وعم اعتقد هو عامل مجهود رهيب انه يعمل علاقات ما بين رجال الاعمال وما بين الدوله وما بين الشرطه وما بين البدو، عامل توليفه حلوه. وعايز اقول هو مش هيتنازل على ان الشغل يبقى معاه. خالد مفصل قوي في الربط ما بين كل الخطه اللي الدوله بتنفذها وبين المشايخ. مفصل قوي جدا. وانا عارف دوت، بس الناس متخوفه لانه خايفين يحصل حاجه يجور على اكل عيش حقهم في المدينه ديت. لكن عايز اقول لك انه الناس دي فعلا تستثمر وتتحط في خطه التطوير، وهينتج منهم. وانا بطور معمار اطور بشر، اجيب الاهالي دي واطورها، اخلق منهم ناس جاهزه لتحقيق المخطط بتاعي وهيطلع منهم. فانا عايز اقول دي منطقه مهمه جدا جدا لازم انتبه لها. عايزين برضو نتكلم، احنا يمكن الواحد سافر كتير، واكيد حضرتك سافرت طبعا كتير، شفت البدو في كل مكان، بيبقى ليهم فيهم كل واحد او كل مدينه بيبقى ليها البدو بتوعها الصيغه بتاعتها. لما رحنا سانت كاترين، اولا سانت كاترين من المدن اللي هي يقول لك ايه فيها طاقه ايجابيه كبيره، يعني بيتكلموا على الفونك شوي. تنزل هناك لو عندك اي مشاكل نفسيه او مكتئب او زهقان انزل روح سانت كاترين. البدو كمان هناك واخدين الصيغه دي والصفه دي. انا عايز حضرتك تسهري سهره بدويه بالليل تشربي الشاي اللي بالحبق. رحت شفت زعتر كان غريب الشكل، والواحد زوره كان تعبان زوره خف على طول. اقعدي معاهم واسمعيهم وهتحس كميه السلام وكميه الطيبه وكميه الطاقه الايجابيه اللي جات لك مجرد انك بتقعدي وبتحتكي مع الناس اللي هناك. وغير كده عاملين مشاريع على صغير شويه بس ممتازه، يعني اعتقد زيت الزيتون هناك عاملين له يعني زي ما قلت اسمه ايه انه يعني يغيروه اكتر من مره او يتعملوا ريسايكل، بيتعمل حاجات كتير جدا. الزعتر بقول لك بيعاملينه في انه بيعالج كذا حاجه ببعض. انا قلت لحضرتك ان في كميه من النباتات هناك مشاريع، انا قصدي مشاريع كمان على حس الاعشاب وعلى حس صحيح كمان الزيت زيتون والحاجات. لكن رغم اللي بنقوله ده انا عايز اقول لك غير مستغلين. يخرج منهم اكتر من كده بكتير. كان عندي قعده مع المشايخ من فتره وبناقش مشروع، انا عامل اكتر من مشروع هناك ولم ينفذ بعد. فكنا بنتكلم عن مشروع بالون. فهم قالوا لي احنا خايفين بالون تلفريك اي حاجه من الحاجات دي.
هتضيع شغلتنا كجمالية، ماسكين عندنا جمال وبنسرفز على السائح. فلما قلت لهم لا، ده هيستثمر وهيستخدم، لا والجمال هتوصل الناس لمنطقه البالونه، يعني منطقه البالونه هتكون بره، بالعكس هيتم توظيفهم، يعني 6 كيلو بره البلد، فانت لازم هتوصلهم مش بعربيه، لا ده انت هتوصلهم بالجمل بتاعك. فهيبقى الحساب او اجمالي الموضوع شامل دوت. ناس فرحت جدا، وعايز اقول لك كانت لا ده بالعكس، ده المشايخ بدات تتصل بجهات امنيه تقول عايزين البالونه بعد ما كانوا بيفشلوا اي مشروع. ده معناها انه لو هنعمل المشروع ده ان شاء الله او ابتدى يتنفذ فعلا، لازم نكون بنستعين بالناس دي، يبقوا حاضرين الاجتماعات لان هم ليهم وجهه نظر، ولازم كمان يحصل وعي معاهم او يعرفوا هم دورهم كمان ايه في القصه الجايه دي، على اساس دورهم مهم جدا في الفتره اللي جايه. ما عنديش حل والوعي غير استغل هؤلاء الطاقات البشريه الجميله اللي تتسم بسمات خاصه. ما عنديش حل تاني. ممكن اقول مش هيسعفوني، اطورهم، اخدهم ادربهم، اعلمهم، اخد منهم بعضهم واقول لهم هتعملوا 1 2 3. ده هيجدي نفعا جدا. في النقيض لو انا تجاهلتهم هيبقى عندي قوة عدائية في هذه المنطقة، اعتقد قد تفشل مشروع التطوير. ودي رسالة مش هينفع اغمي عيني عنها. انا عندي قوة يا استثمرها يا قوة دي هتبقى مضادة ليا. مفيش حل من يعني ما عنديش حل تاني. خليني اقول لحضرتك، واحنا بنتكلم عن المعمار وعن الفنادق وعن الطرق وعن المطارات، البلد دي عايزه ايه؟ البلد دي لما اجي اعمل متحف فيها، كلنا رحنا المتحف النوبي في اسوان وحسينا بكميه الاثاره واحنا داخلين المتحف وشايفين القعده البدويه والفلكلور البدوي وبيسرحوا الشعر ازاي ويدفروا الحاجات البدويه دي، وبدانا نبص ونتامل فيها ازاي مدينه زي مدينه سانت كاترين بتحتوي على يعني اقدام كثيره من الانبياء خطت على البلد ديت، ويعني الله نفسه تجلى فيها، ازاي ما يبقاش فيها متحف يأرخ حتى لو بشكل او باخر تاريخ هذه البلد. فلازم يتعمل متحف، والمتحف ده يبقى ليه كده قاعده، السائح هيضطر يبقى بيقعد ليله اضافيه علشان في برنامج اضافي هيعمله. حاجه ممتازه جدا وحمستنا، وفكره المتحف دي ممتازه. على ما اعتقد كمان الاهتمام بجبل موسى اكتر من كده، جبل سانت كاترين، هتفرق كمان معانا. هنكمل كلامنا تاني. احنا معانا تقرير دلوقتي عامله لنا الفنان نبيل عيسى. نبيل عيسى من الفنانين، يعني انا عاجبني قوي فكره انه كل واحد عنده احساس وطني، بيستغل الموهبه بتاعته او بيستغل حبه للبلد او بيستغل السياح، انه بيحب السياحه والسفر، في انه يروج لبلده. عم اعتقد دي افضل طريقه للترويج. هنشوف دلوقتي نبيل عيسى بيروج لمصر بشكل لطيف جدا. تعالوا نشوف مع بعض. رجعنا لكم مره ثانيه. انا عايزه برضو انوه ان نبيل عيسى طبعا فنان لطيف جدا، واحنا كبرنامج بنتابعه دايما على السوشيال ميديا، وهو بيحط حاجات لطيفه قوي طول الوقت. ويمكن مش هو الوحيد كفنان اللي غاوي يعمل ده ويروج لبلده قوي. في فنانين تانيين كتير، ويمكن شفنا فنانين كتير بيصوروا الساحل الشمالي والتغيرات اللي حصلت فيه، واللي بيصور سانت كاترين، واللي بيصور شرم الشيخ. يعني كل واحد بيبقى عايز يوصل معلومه كده، وبالذات انه عنده فولورز من العالم العربي من كل مكان، فبيبقى عايز يوصل الصوره. فطبعا هو كلمنا هو عن سينا وعن اماكن معينه في سينا، فاكيد ممتع. اظن ايه رايك انا عايز اقول كل واحد يقوم بدوره، هو دور ايجابي. عايز اي حد بيتحرك علشان يدعم وينشط السياحة، فنان، مرشد، مندوب، شركة، هيئة تنشيط، هو ده التكالب لتخطي الأزمة. صحيح. طيب نرجع تاني بقى لسانت كاترين، وقد ايه انت متحمس لسانت كاترين؟ اولا قول لي بالنسبه لك انت ليه سانت كاترين تحديدا، او اكتر حاجه، انت قلت حاجات كتير بس اكتر حاجه قريبه لقلبك، لان طبعا انت عارف جنوب سيناء عموما بشكل عام فيها اماكن رائعه كتير قوي، لكن ليه سانت كاترين تحديدا؟ بص، اللي زار البلد دي وقعد فيها واشتغل فيها هو ليه؟ لانه انا شغلي هناك، لانه يعني اغلب السياح. لكن انت اللي اخترت هناك انك تشتغل. طبعا، بس عايز اقول اللي بيروح هناك مره ويستقر كده يومين ثلاثه، وهقول لك على حاجه، اول مره رحت هناك كانت الظروف وسيول وكده، فحبستني جوه البلد دي 4 ايام.
بس انا عايز اقول الاربع ايام دول ما كانوش حبسه بقى، ده كان يعني ما فارقنيش، وعملت المستحيل عشان اخرج من البلد لدرجه كنت هاخد ريسك واطلع بموتوسيكل ومش عارف ايه ريسك. كان عندك حاجه ضروريه؟ لا ما كنتش عايز اقعد في البلد، ما كنتش عايز اقعد فيها، بس وانس ان رديت بالامر الواقع وقعدت انا دقت جمال البلد، اتصالحت على المكان. حصل ترابط بيني وبين سانت كاترين وعشق كده عميق يعني. فلا سانت كاترين مفيش حد يقاومها بجد. بالمناسبه دي وبمناسبه الكلام اللي حضرتك بتقوله، واحنا بنتكلم احنا كمصريين يعني، فعاده اللي بيحب سانت كاترين اكيد بيكره الدوشه والزحمه والتلوث والكلام ده، فتلاقيه دايما لكن لما نتكلم على مثلا ان واحد الماني قعد مسافر 10 سنين وكان عايز يروح القدس وبعدين قرر ان هو لما يغير معرفش يدخل هناك وقرر يقعد هناك ويشتغل نجار هناك، وبرده بيتم استغلاله بشكل كويس جدا انه لان هو النجار فنان يعني. وعلى فكره هو سافر على حمار 9 سنين، يمكن احنا اتكلمنا عنه كتير وكل شويه بنتكلم عنه، لكن انا عايزه اقول لكم قد ايه المكان هناك ساحر. لدرجه انه الراجل ده عايش هناك هو وزوجته، والعربيه الكارو بتاعته موجوده لغايه دلوقتي، اسمه كوزموس. وقد ايه عاشق للمكان ومش عايز يرجع تاني لالمانيا، ولا عايز قال حاسس ان دي بلدي انا. في اسر هناك وفي كتير من الالمان تحديدا موجودين وعايشين هناك. فعايز اقول انه في ترابط حصل بين ناس جايه زياره قررت رومان، في ناس هناك كتير. عايز اقول ناس جايه زياره كده لا بيقول عليها وقررت تيجي وتستقر في البلد ديت. فلا هي بلد ساحره. الجبل بقى انا فاكره ما طلعت جبل موسى، اولا طلعونا كانت رحله، اولا كانت رائعه ما تتنسيش العمر كله. انا طلعت كذا مره بس عمري ما وصلت للاخر عشان برضه تبقوا عارفين يعني، ودي يعني عيب خطير. المره الاولانيه كان لسه على فطرته يعني، ما كانش فيه اي تغيير خالص. فاحنا طلعنا الساعه مثلا 1 بالليل ومفروض ونزلنا 9 الصبح. انا ما وصلتش لغايه الاخر، بس قعدت جنب واحده اجنبيه وكنا عاملين سندوتشات كانت، وقبل ما اصحى ينزلوا من فوق كانت خناقه كبيره لان انا اديتها كل السندوتشات اللي كانت معايا. بس انا عايزه اقول لك ان دلوقتي اسمع يمكن انه في تطوير حصل في الجبل ده، فكلمنا عن التطوير ده وازاي ممكن كمان مكان زي ده يتم استغلاله كمان بشكل اكبر من ده بكتير. بصي ال 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 عايز اقول وانا بتكلم على الجبل، سان كاترين فيها عده جبال وهميه طبعا، فيها جبال ملونه والالوان دي فيها جبال ساحره. هو السبوت على جبل جبل موسى، جبل موسى هم دول الجبلين اللي الرجل عليهم كتير يعني. بس عايز اقول يعني والشيوخ هناك والبدو هناك بيستخدموا الجمال لبعض الناس يطلعوا الجبل وبتبقى ممتعه جدا. بس عايز اقول فكره تانية هتخلي السائح يقدر يلم بمجموعة جبال سان كاترين. نقش من فترة فكرة تلفريك في سان كاترين، وانا تقابلت مع اللي هو خالد فودة، وكانت صدفة في الطيارة وكان جنبي بتكلم معاه وبقول له بالون، فقال لي صعب ده، هم التلفريك مش عارفين نعمله لانه يعني في مشاكل مع المشايخ، كانوا خايفين من فكرة التلفريك انها تجور على حقهم في الحركة في الجمال يعني. لا لا في الجمال انه ضيعت ايوه انا بستعمل الجمل في انه يتنقل فانا عايز اقول فكرة التلفريك لازم لما انت تتعمل. فهمتهم ان بالعكس ده انت لازم هيستعملوا الجمل في انهم يروحوا للمكان. لا دي البالون، البداية او دي البالون. لكن التلفريك عايز اقول وبرضه بناشد المسؤولين اللي بتفكر في التطوير لازم تلفريك، بس انا مش هعمل تلفريك عشان يطلعني جبل. انا هعمل تلفريك عشان يربط لي جبلين. هعمل تلفريك علشان اطلع الجبل بالجمل، ولما اوصل لليفل معين اخد التلفريك يوصلني الجبل تاني. يبقى انا النهارده عرفت اسوق اكتر من حاجه وممكن يبقى 3 جبال. فانا النهارده فكره التلفريك فكره مهمه جدا لربط جبال سانت كاترين. وده طبعا تعاون قطاع خاص مع قطاع عام، مش هينفع ابدا باي حال من الاحوال يبقى قطاع خاص لوحده او قطاع عام. آلية التنفيذ سهل اختيارها لانه في الاستثمار كل الاجندات مفتوحه. يعني نقدر نعمل اي حاجه، بس الفكره نفسها. وعندنا رئيس لما بيقول عايزين بيحصل سرعه الصاروخ. فانا بقول انه المفروض بلد زي دي تتسم ب3 حاجات. بالون يفرجني على روعه المدينه من فوق بشكل الجبال، المنطقه نفسها تسمح بده.
بس هو بيعقنا شويه حاجات بسيطه لو حلت المسؤولين ظبطوها. هي معاه جهات انه في جهات بتمنع علشان امنه وحاجات امنيه كلها. لكن طبعا انا شايف ان دي حاجات تقدر لو مناطق معينه ما فيهاش مشاكل نقدر نستغل منطقه معينه تبقى هي منطقه صعود البالون. في دراسات، انا واحد من الناس عامل دراسه على تلفريك لربط جبلين ببعض في سانت كاترين، وممكن يتعمل زي محطات لصعود جبل ثالث. افكار الافكار ديت لو اتنفذت هعمل روح للمدينه، هشغل اهل المدينه بطريقه قويه جدا، هستعين بناس كمان من بره، هزود العماله. بصي اني اختزل المدينه الغنيه الثريه في حته صغيره، فندق وليله، فندق وليله جبل. وزياره يعني. طب انا بطور عشان ايه في الاخر؟ عشان وان نايت ليله واحده؟ لا، ده انا كده هطور من المنتج السياحي بتاعي وهفرضه على الساحه ان بلد زي ديت مفيش حد بيروح شرم الشيخ عشان يقعد ليله. صح؟ لا لا طبعا، هي اقل حاجه 3 ليله 4 ليله. لا بتوع المعيش بيقعدوا في الشهر والشهرين بتوع المانيا وغيره. لا هتكلم على الرحلات العامه بتبدا في شرم الشيخ من 3 ليالي. طب انا ليه سانت كاترين تبقى ليله؟ ليه ما تبقاش ليلتين؟ مش ثلاثة؟ طبعا عشان اخليها كده لازم اعمل لها متحف، اعمل لها بالون، اعمل لها تلفريك. الحاجات دي هتسري البلد، اعمل لها حاجة للاستشفاء والعلاج. غير الدير يبقى انا النهارده اول كمان الصناعات اليدويه اللي بيعملوها هناك في البدو، سواء بقى لبس او ازياء، مفارس، سجاجيد، يعني في حاجه كتير قوي بتتعمل من الامكانيات الموجوده البسيطه. يا فندم ممكن تعمل مسرح هناك، مسرح بدوي في فولكلور البدوي. انا مش هتكلم بقى على القديم، لا ده انا هتكلم عن الناس اللي عايشه هنا. هو الحقيقه انه دايما المكان كمان بيحاول ودايما يعملوا له ايفنتس كمان عشان يجيبوا الناس عليه. صحيح. والحقيقه في جهود كبيره جدا جدا، لكن زي ما انت بتقول كده انا بعمل مجهود قوي قوي كبير، لكن المقومات هناك او احنا بقى الصناعات بتاعتنا هناك لا تسمح بانها تتحمل اعداد كبيره. لكن من ضمنها مثلا مع نصلي، ده كان حاجه تقليد سنوي بيتعمل، انا كنت بشوفه من لطيف بمناسبه بتتكلم عن المسرح. انه كان بيتعمل يعني يجيبوا فرق من العالم كله تشارك في تلاوات وصلوات واناشيد وحاجات كتير جدا بتجمعنا كلنا في وقت. خليني اقول لحضرتك حاجه بسيطه انا بعملها على مستوى الشخصي. لما يبقى عندي افاق سياحيه بتفق مع بدو هناك بيلبسوا لبس بدوي وبيلبسوا الجست بتاعنا اللبس البدوي. يعني الاجانب بيلبسوا كويس قوي طبعا، وبيشغلوا السمسميه والربابه ويقعدوا يشغلوا مع الحاجات اللي هي بتاعت مصر كلها ونرقص عايز اقول لك الرحله كلها احلى حاجه فيها بطلع بفيدباك منهم او يعني انطباع انه دي اظرف حاجه كانت في الرحله. فلا انا البلد دي وانا بطورها معماري وانا بطورها كادوات للسياحة أنا محتاج أظهر السمات بتاعتها. ودي المنطقة اللي مش هيعملها يعني شابول الهيئة الهندسية، بس دي مش هتعملها الهيئة الهندسية بس لوحدها، دي هيعملوها الناس اللي فاهمة سياحة، الناس اللي محتكة بالبدو، الناس اللي عارفة مع التعاون مع الهيئة الهندسية المنع طبعاً. يعني يبقى تعاون أكتر. لا 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 أنا في البداية قلت التطوير في سانت كاترين مختلف عن أي بلد تانية. صح. ليه؟ لأن ده تطوير واخد شقين، شق معماري وشق خاص بسمات البلد ديت. فانا دي حته ما ينفعش اتجاهلها. لا. اهل سينا في التطوير هي دي حاجه ممتازه. طبعا لو هتكلم بقى على التخوفات، لانه عاده مشروع زي ده لما كانت الدنيا مستقره ممكن كنا نحطه في الاعتبار بشكل كبير على اساس انه احنا عارفين اللي جاي ايه وانها بلد واعده او مدينه واعده جدا. دلوقتي في التخوفات دي قولي لأي مدى ممكن مشروع زي ده يتحقق أو نبتدي نتحرك؟ هل ده الوقت بالعكس المناسب إن نكون بنبني فيه الدولة، ولا ده وقت بالعكس هننتظر شوية لغاية ما الأزمة دي تعدي ونبتدي نتحرك؟ وبالذات إن رجال أعمال ممكن متخوفين قوي اليومين دول. أوكي، هو المشروع دوت لو اتسوق له صح واتعمل له الدعاية الصحيحة، بالنسبة للتوقيت أنا شايف إنه ده وقته. ليه؟ الوقت مناسب لانه وانا عندي سياحه وانا عندي حركه البناء بيبقى صعب طبعا. انا مش هعرف اشتغل صح، لكن وانا عندي فراغ والدنيا هاديه هعرف ارتب دولابي صح، هعرف اضيف ليه صح. صحيح. فانا شايف ده وقت مناسب جدا. الوقت قد يطول، خليه يطول، انتهي من مراحل التطوير وابدا اعمل دعايه ستختزن في اذهان السائح
وهيبقى عامل البلان بتاعته او الخطه بتاعته. وانا جاي انا وجهتي هتبقى مصر. ليه؟ ده مصر فيها اثار اكتشفت في السياحه الثقافيه، ده مصر فيها مدينه سانت كاترين اللي رحناها من كام سنه وجاي، ده عملوا فيها، لان لازم اجي اشوف. لا ده في حاجات اتضافت، لا انا عايز اروح ازورها. وعايز اقول لك على حاجه برضو، سمه من سمات السائح اللي بيزور سانت كاترين لازم يجي لها تاني، ما بيكتفيش بمره، يحب يجي لها تاني. ف يعيش فيها يجي لها تاني، لكن مش هتبقى مره واحده. فلا انا شايف انه رغم اي مخاوف، لا هو التوقيت صحيح وما عندناش حل غير نشتغل دلوقتي. والشركات بقى، الشركات تعمل دعايه للمكان من دلوقتي، تبتدي تشتغل ان احنا نعمل تنشيط سياحه على مدينه سانت كاترين، انه بما ان خلاص هيتعمل فيها مطار فبالتالي ممكن تبقى رحلات مباشره. فكلمنا عن ده، دور الشركات ايه الفتره الجايه بالنسبه للمكان الجميل ده؟ خلينا اقول انه مدينه زي سانت كاترين وانس انه او مجرد انه اظهرها في ثوبها الجديد، هي هتحتاج تكاتف من الشركات لتسويقها. بس خلينا نقول على صعيد اخر، لن تحتاج بجد مسوقه نفسها صدقيني. هتحتاج البسيط مننا كماركتينج او كمسوقين في العالم، نقول بصوا بس لما بينزل حاجه جديده حديثه، نوع موبايل براق، مش محتاجه تقولي خلاص يا جماعه الشركه دي نزلت ده، الناس هتتحرك له على طول. فغير الدعايه المنتج ضعيف، لا سانت كاترين مش منتج ضعيف. مجرد ما هننتهي من تطويرها، انا عايز اقول لك صدقيني ستستقطب اعداد غير مسبوقه لهذه المدينه. خلينا نقول الفتره اللي جايه عايزين نحط كده كذا سيناريو ونشوف احنا ممكن نوصل فين بشكل عام بقى بالنسبه للسياحه، والشركات دورها ايه الفتره اللي جايه دي. يعني لو قلنا في احسن الظروف يعني انه الفاكسين ده ممكن يظهر شهر 10 او شهر 12، رغم تخوفاتك ان ممكن الموضوع يخش فيه شق سياسي او يبقى كل واحد عايز يلحق بقى الخسائر اللي عملها فيبتدي، علشان انا في ايديا القرارات ان انا اضغط على بعض الدول بعينها. فقول لنا كده ده او السيناريو انه ممكن الدنيا تتاخر شويه. يعني في بدايه الحلقه قلت لك عندي تحدي تبقى الحلقه ايجابيه، بس حضرتك لا، احنا حطينا اثنين سيناريو. انا عشان كده بقول لك احنا برضو اصل ايه، احنا مش عايزين نقول ايجابياته بس علشان الناس بتحبط. فانا عايزه احط السيناريوين. السيناريو الاولاني ان الفاكسين يظهر والدنيا تمشي حلو، احنا نتعافى في وقت قد ايه، ولو الموضوع طول شويه، لان البعض بيقول لا ده ممكن تقعد لغايه نص 2021، ده رجال اقتصاد يعني وناس متخصصه على مستوى العالم ومنظمات يعني. فقولي في الحالتين ممكن يبقى ايه. بصي انا غير متفائل عشان بس ايه، يعني انت دخلتيه في حته مش عايز ادخل فيها، خلينا ضغطتي عليا. لا انا هنقول الاثنين، الاستاذ هاني المتفائل والاستاذ هاني المتفائل. اوكي لا غير متفائل ليه؟ لانه انا محتك اكتر بالسوق العالمي، وعارف بيخضع ازاي تحت سياسات دول. فتيجي مثلا دوله بدون ذكر اسماء توجه شركاتها او الترافل ايجنت بتاعها انه بلاش الوجهه دي، تتحركوا للوجهه دي. ليه؟ تعليمات كده. هو هي عموما هي مش بس هتبقى تعليمات، هتبقى مكسب وخساره. يعني يقول لك انا مصلحتي في انك ما تروحش البلد دي، مصلحتي ان انا تبقى علاقتي بالبلد دي احسن، او اللي يبقى في سياحه بينيه. خليني اقول لك خبرتي من بعد الثوره، ودي كانت بدايتي كمسوق سياحي. يعني انا اول مجموعه جات لي كان يوم اعتصام 4. اوكي. وكان مش مجموعه، هو كان عده اتوبيسات لجروب ومش عارف اعمل بيهم ايه، وسافرت المجموعه وبقيت في حاله يعني هنجيب ناس ازاي، هنجيب سياح ازاي. وكان عندي علامات استفهام. لما تيجي تتكلمي على مع اي دوله عن مصر يحسسك ان انت مش حاسه باللي بيحصل مصر، ايه اللي انت عايزها دلوقتي. للاسف في شائعات كانت لغايه قريب يعني ان الدنيا مش مستقره، ومن هنا كلام فاضي. ومن هنا قررت العب خارج الصندوق. رحت دول مش مسيسه وفجرت منها كميه من الاعداد. كويس جدا. ويعني الوزاره مسجله دوت، وهيئه التنشيط مسجله دوت، وعملت ما لا يقل عن يعني او ما يقترب ل 370 ورشه عمل في دول شرق اسيا. وبدانا نجيب، وحصل انفجار وهجوم من شرق اسيا، في حين ان الدول دي كانت مهجوره او ما حدش بيلتفت ليها. الدول اللي كنا عاملين عليها سبوت قعدت تلعب معانا سياسه.
عايز اقول الجزء المتفائل بقى الصعيد الاخر، انا متوقع 100% هيلعب السياسه، هتلعب دور السياسه في موضوع الكورونا والفاكسين. حتى بعد ما يجي الفاكسين مش كل الدول هتقبل الفاكسين اللي انت اخدتيه، وهيبقى في بعض الادعاءات تشحنات طبعا، مين بالضبط الفاكسين بتاعي ولا بتاعك. لكن على صعيد اخر في دول تانية هعرف اغازلها وهعرف اجيب منها شغل وهتيجي وهنشتغل. طيب انا ممتاز ليه بقى بتقولي الكلام ده؟ علشان نحطه في الاعتبار، عشان لازم لو لا قدر خارج الصندوق بالظبط، عشان لو حصل نعرف نتصرف، ما لقيش نفسنا في ورطه في فكره انه ايه ده انا ما كنتش عامل حسابي ان الموضوع كده، احنا متخيلين ان مجرد ما عايزه الفاكسين الدنيا هتبقى حلوه، لا نبقى حاطين في بالنا عشان نشتغل على الدول اللي انت بتتكلم عليها، اللي هي بالعكس ممكن نفتح معاها مجالات جديده تكون الدنيا فيها اسهل شويه، ما يبقاش فيها بقى تحركات اقتصاديه او زي ما قلت سلطه اقتصاديه اكتر. صحيح. وخليني اقول حاجه، احنا بننهي طيب، خليني اقول رساله مهمه جدا للمرشد السياحي، وخليني اقول رساله للمندوب، وخليني اقول رساله لكل عامل في قطاع السياحه. اشتغل كمن يرى السياحه جايه بكره، اشتغل وصدق ان الدور اللي هتقوم بيه هيجيب نتيجة، هتحصده بعد كده. لا لا لا، هيجيب نتيجة، هيعجل بالأمر. النهاردة أنا ليا صداقات كمرشد سياحي بمختلف الشركات والتور ليدرز الأجانب، تواكبي معاهم وإنه أنا بتواصل معاهم وإنه أنا بديهم أخبار وتعالوا الدنيا، ده يعني أكيد الناس على الباب، مجرد ما فتحت الباب الناس تدخل، مفيش حد يحبط ويقعد في بيته، محدش هيقول الدنيا مش هتشتغل، لا هتشتغل، بس لازم إحنا كمان نشتغل. يعني أستاذ هاني بيتر أنا سعيدة بوجودك معانا النهاردة، وعلى فكرة الحلقة كانت كلها تفاؤل عشان بس تبقى عارف، حتى بعد ما قلت التخوفات بتاعتك لانها عايزين نحطها في الاعتبار، فدي انا شايفه انها برضو منتهى التفاؤل على فكره. انا عندي تحدي ان اقول كلام ايجابي. لا بالعكس، قلت كله كلام ايجابي. انا بشكرك، نورتنا النهارده واسعدتنا. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا في حلقتنا النهارده، نشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه، وبلاد طيبه.